السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. بقدم لكم مكسي كولا. مكسي كولا 400 ملي، ونزل منها برتقان وكولا. البرتقان يعني حلو شوية، كولا حلوة قوي، والجديد فيهم إن هو منخفض السعرات الحرارية، بمعنى إن هو منتج مصري قوي جدا. أنا دقته وطبعا قل السعرات الحرارية، وكاتب عليه الطاقة بتاعته 3 كالوري، والدهون والبروتين الصوديوم فيه 2 ملي جرام. حاجات تانية ما بتحتبش بصراحة، مصنوع في مدينة السادات وقوي جدا. الكولا اللي فيه زي سبورت كولا في الأول، بعد كده مدي بصراحة قوي على بيبسي دايت. حقيقي حقيقي التجربة خير وبرهان يا جماعة. ما بعملش دعاية لأي منتج، ما باخدش فلوس من أي حد، ولكن أنا بقدم لكم الحاجة اللي هي بعمل لها تيست وبدوقها وبشربها من الإنتاج المصري. إحنا مع المقاطعة، إحنا مع إخواننا دايما وبنساندهم، ودايما نفيد بلدنا وناخد منتجات بلدنا ونوفر عملتنا الصعبة. مصنوع في مدينة السادات، منتجات مياه مصر، والله كويس جدا. كتست والله حلو جدا، ومنخفض سعرات حرارية 3 كالوري، يعني ما تفرقش بقى هو كان 1 كالوري او 2 كالوري في البيبس دايت. ثم الميزة برضه ان هو 400 مللي، يعني انت بتتكلم التاني 250 330 300 وكده، ده 400 مللي وازازة حلوة كبيرة. وبص يعني ماكس كولا، الكولا ونزل منها البرتقال زي ما قلنا، حاجة حلوة بصراحة برضو، ان هو منخفض السعرات الحرارية وطعمه جميل جدا. طبعا يعني كاتبين يحتوي على مصدر فينين حلو جدا، لا يستعمل من قبل الاشخاص المصابين بكا، حلو جدا زي برضو بس داي بالظبط. ودون السلسة كلها كنت لسه اقول المفروض يحطوا الكلام ده، هم حطوه فعلا. لا يعني احنا ابتدينا نعمل منتج فعلا، كانت الحاجه بتنزل من شرط الشركه دي من غير الكلام ده، اللي هي من غير المعلومات الغذائيه، ابتدت تنزل. شيء كويس جدا، بنرتقي بمنتجاتنا والله والله جميل جدا. مش باخد شركه من حد ولا باخد فلوس من حد، ولكن بقدم لك حاجه كويسه. تابعنا دايما لكل جديد.